أعلن موقع فيسبوك عن إطلاق النسخة التجريبية من تطبيقه الجديد هيلو، وهو تطبيق يستبدل تطبيق الاتصال الافتراضي في الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد. ويرتبط تطبيق هيلو الجديد بحساب مستخدم الهاتف على فيسبوك، ويعرض له بيانات ومعلومات المتصل حتى لو لم يكن لديه رقم المتصل مسبقاً في قائمة العناوين. كما يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة عبر تطبيق ماسنجر بدلاً من استخدام الاتصال الخلوي، ويتيح التطبيق إمكانية حجب المكالمات من الأرقام التي تم حجبها مراراً من قبل المستخدمين. ولعل هذه الميزة الذكية ستكون محل ترحيب كبير من قبل المستخدمين، لا سيما من أجل التخلص من الاتصالات التطفلية المزعجة. ويأتي هذا التطبيق كمحاولة أخيرة من شركة فيسبوك لجعل مستخدم الهاتف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنصته. ومن مزايا تطبيق هيلو يمكن ذكر النقاط التالية: معرفة هوية المتصل حتى في حال عدم تخزين رقمه في الهاتف، حجب المكالمات غير المرغوبة بسهولة، حجب المكالمات أوتوماتيكياً من الأرقام التي تم حجبها مراراً من قبل أشخاص آخرين، البحث عن العناوين والأشخاص والأماكن المخزنة على الهاتف في موقع فيسبوك، البقاء على اطلاع دائم بأحدث البيانات والمعلومات حول جهات الاتصال الخاصة بك بما فيها صور ملفاتهم الشخصية وأعياد الميلاد، فتح ملف فيسبوك أو صفحة بلمسة واحدة، إجراء المكالمات وإرسال رسائل نصية مجاناً عبر تطبيق ماسنجر، الاتصال بجهات الاتصال وإمكانية الإضافة والتعديل عليها تماماً كما تفعل على هاتفك.